فضلت اقعد في اوضه حمزه قبل ما تخلصوا اجتماع القمه بتاعكم. عايز تقول ايه يا ابني بطل؟ دي الامانه اللي انا سبتها لك يا امي؟ بتضربي ولادي؟ طبعا بنتك قلة الادب، بنتك مش متربية. لا يا امي، انا ولادي متربيين ومتربيين كويس كمان. يعني انت كنت ربيتهم ولا كنت شفت امهم بتعمل فيهم ايه في غيابك؟ لا يا امي، كله الا نواره الا دي. تعلي صوتك عليا يا يوسف. كنت عليت صوتك على اللي دخلت قلت ادبها على امك في بيتك. اللي انت بتتكلمي عليها دي يا امي ممكن تيجي تاخد ولادي في اي لحظه وبالقانون. وبعدين المفروض ان انت جايه تساعديني مش تزودي همي. انا بزود همك، انا يا يوسف بزود همك. انت اتغيرتي، انت اتغيرتي قوي يا امي. مش عارف بقى الغربه ولا الناس اللي انت عاشرتيهم هناك هما اللي عملوا فيكي كده. اللي انا متاكد منه انك مش عايزه تصدقي ان الكل وقت ادان والكل جيل طريق. وانت بقى اللي عرفت الطريقه؟ بحاول بتعلم ومتاكد ان كل يوم باخد خطوه احسن من اللي قبلها. بس وجودك هيأخرني، هيأخرني قوي يا أمي. أنا آسف، آسف بجد. أنا بحبك أوي وعارف إنك عايز مصلحتي. أنا كمان زيك مش عايز غير مصلحة ولادي. يعني هما لو كانوا خيروكي زمان بين بابا الله يرحمه وولادك كنت هتختاري إيه؟ مفيش أغلى من الضنا يا حبيبي. عشان كده أنا آسف، آسف بجد، بس دول ولادي.